طبعا الموضوعات كتير جدا وفي ملفات هنفتحها مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن ضياء عبد الصمد، تخص بدايه موسم ومشوار جديد وجهاز فني جديد وصفقات جديده يخوض بيها النادي الاهلي كل منافسات على كل الالقاب والبطولات. اسمحوا لنا في البدايه نرحب بضيفنا ونجمنا النهارده كابتن ضياء عبد الصمد. مساء الخير يا كابتن ضياء. مساء الفل يا ابو حميد، نور الدنيا واهلا وسهلا بيك يا احمد، ربنا يخليك. ان شاء الله تكون سعيده على الاهلي وجماهيره السنه دي ويكون موسم كده ناكل فيه الاخضر واليابس زي ما بيقولوا. صحيح، ومناسبه الاخضر تعال نروح لملعب النادي الاهلي في الجزيره وزميلنا العزيز كريم احمد. التدريب المسائي بقى، انا قلت لكم في بدايه الحلقه النهارده بدايه معسكر مغلق يوم كامل، تمرين صباحي تمرين مسائي، والتمرين المسائي يمكن من دقائق بسيطه جدا لسه مبتدي. فخلينا نعرف من كريم كل التفاصيل الخاصه بمران النادي الاهلي النهارده. مساء الخير كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك وتحياتي ايضا كمان لكابتننا الكبير الكابتن ضياء عبد الصمد. يعني بدايه المعسكر المغلق النهارده، ايام جماهير النادي بتعدها عشان يظهر الفريق في اولى مبارياته الوديه، كل الناس عايزه تطمن على الفريق، كل الناس عايزه تطمن على النجوم، كل الناس عايزه تعرف كمان الشغل اللي بيحصل مع مارسيل كولر في نظام اليوم الواحد وبدايه المعسكر المغلق النهارده، اليوم ماشي ازاي؟ يعني بالتاكيد نقدر نقول بقى بدات المرحله المهمه جدا في اعداد فريق النادي الاهلي للموسم، هي دي المرحله المهمه اللي اكدنا عليها وقلنا المرحله دي هي اللي بتشيل اللعيبه وهي دي اللي بتخليك بطل، التركيز الكبير جدا في هذه المرحله بالتدريبات وبالمحاضرات الفنيه والمزاريه وكل الامور دي محتاجه مجهود كبير من اللعيبه، تركيز اكبر من الجهاز الفني. الحقيقه الجهاز الفني رغم ضيق الوقت لكن الحقيقه عامل شغل كبير جدا في التفاصيل الصغيره جدا زميلي احمد، بتبان الجديه وبتبان الروح الكبيره جدا، كل فرد في الجهاز الفني بيأدي دوره على اكمل وجه. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب موفر كل الامور اللي تساعد على النجاح، ينقصنا ان شاء الله باذن الله التركيز المعهود على لعيبه النادي الاهلي، الكل بيبذل كل قوه في التدريبات. خلاص بدات المرحله النهارده، تدريب صباحي كان كله الحقيقه يمكن رفع الاحمال بشكل كبير جدا صباحا، النهارده يكون التدريب المسائي ممكن يكون في جزء بسيط بالكوره لكن هي اغلبها طبعا كلها تدريبات في الجيم، كلها مربعات صغيره جدا، كلها احمال سبرنتات، كلها امور معتاده طبعا على فريق النادي الاهلي. الحاله المطمئنه جدا للعيبه النادي الاهلي ان لعيبه النادي الاهلي اللي يمكن خدت فتره كبيره جدا من الراحه وكانوا الحقيقه محتاجينها وبقى لهم فتره كبيره جدا ما خدوهاش، باينه بشكل كبير جدا عليهم، باينه في الجاريه في الانطلاقه في التعطش الكبير جدا للعوده من جديد للتدريبات، وده امر مهم جدا هيساعد لعيبه النادي الاهلي. خلاص انت ما بتبقى المباريات على طول متلاحمه وتدريبات متلاحمه بيجي لك حاله ملل شويه بلغه الكوره، لكن الامر ده مهم جدا ويعني الفتره دي كانت مهمه ويا رب ان شاء الله تفرق مع فريق النادي الاهلي بشكل كبير جدا في كل البطولات. خلاص يمكن التدريب اقدر اقول لك من لحظات مستر مارسيل كولر طبعا المدير الفني اجتمع بلعيبه النادي الاهلي بياكد في كل مره على اهميه هذه التدريبات، ابذل كل ما عندك في هذه التدريبات لان هي دي اللي هتساعدك بشكل كبير جدا. حاله الانسجام اللي بنشوفها مع برونو سافي ومع شادي مع مصطفى سعد ميسي، كل الامور دي الحقيقه اتكلمنا عليها لان يمكن اوضه اللبس مهمه جدا وده الدور الكبير المعروف على لعيبه النادي الاهلي. اي حد بينجح اما بيكون في اوضه لبس كده وفي يكون في لعيبه كبار تقدر ان هي تدخل على طول اللعيبه الانسجام السريع بعيدا طبعا عن الكوره، لكن الاجواء البسيطه جدا اللي احنا بنشوفها في التدريبات في اوضه اللبس، الهزار اللي بنشوفه برونو مع كهربا، يعني انت عارف يمكن برونو برازيلي كهربا يمكن بعض الامور طبعا اللي فيها فكاهه وفيها مرح بشكل كبير جدا بتبين العلاقه الكبيره. شادي حسين ويمكن روحه الكبيره مشجع درجه ثالثه في النادي الاهلي، مصطفى سعد ميسي اللي منتظرين منه كتير جدا، كل كمان الكوكبه والسكواد الرائع والمميز جدا اللي معانا عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، كل منتظر زميلي احمد زي ما انت قلت مباراه يوم الاربعاء، عايزين نشوف اللعيبه، عايزين نشوف كل الامور الخاصه طبعا بمستر مارسيل كولر. حاجه مطمئنه ويمكن مرحله مطمئنه جدا بدات النهارده، بنتمنى ان شاء الله تستمر هذه الجديه الكبيره جدا مع لعيبه النادي الاهلي. ويمكن انا اكدت على نقطه، الناس بتقول ان المعسكر المغلق انتهى يوم الخميس، ده يمكن امر مغلوط شويه، المعسكر المغلق ممتد حتى يوم الاثنين، فتره كبيره جدا من التدريبات صباحي ومسائي يكون طبعا فيها جرعات تدريبيه مختلفه ومتنوعه، لكن متفائلين بشكل كبير جدا الحقيقه من اللي احنا شايفينه مع فريق النادي الاهلي، ثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه ويا رب يستمر هذا الاداء والتركيز الكبير سواء من الجهاز الفني او مع لعيب النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي. خليني اسالك يا كريم، خليني اسالك على يمكن في بعض الاسماء، يمكن كنت بتكلم في بدايه الحلقه على شريف وقفشه، دول يمكن على المدى القصير انجاز التعبير يعني يكونوا جاهزين وان شاء الله يخشوا في تدريبات الاهلي الجماعيه ويكونوا جاهزين لبدايه الموسم، بعض الاسماء تانية ممكن تبقى محتاجه وقت اطول شويه، وكان الكلام على عمار وعلى بيرسي تاون، اطمن منك لانه بنشوف اللعيبه موجوده حتى في التمرين لكن عايزين نعرف حالتهم وعودتهم ومشاركتهم ورؤيه الجهاز الفني للاسماء دي. يعني لو هبدا معاك بشريف وقفشه يعني اقدر اقول لك خلاص
48 ساعه للقادمين ممكن ياخد من اجزاء بسيطه جدا من الكوره. يعني يمكن شريف بينزل في التسخين، قفشه يمكن لسه كمان ما دخلش جرعه على التدريبيه القويه اللي نقدر نقول ان قفشه خلاص رجع من جديد، لكن في ال 48 ساعه للقادمين هنقدر نشوفهم ان شاء الله في التدريبات المسائيه. الحمل انت عارف صباحا بيكون حمل بدني مرتفع شويه، امس يمكن كان خد اجازه طبعا محمد شريف وقفشه ضمن البرنامج التاهيلي الموضوع، لكن فرصهم قريبه جدا ان هم ان شاء الله يعودوا من جديد، ومش بعيد ان احنا نشوفهم حتى في جزء بسيط جدا من المباراه القادمه او من ثلاث مباريات القادمين. هي رؤيه طبعا الجهاز الفني والجهاز الطبي، على الجانب الاخر طبعا بيرسي وعمار ان شاء الله باذن الله زي ما اكدنا وقلنا ماشيين بشكل كويس جدا. عمار الحقيقه في التاهيل، بيرسي خلاص في المراحل الاخيره ان شاء الله يعود من جديد. عندنا وقت لسه، يعني يمكن المرحله دي مهمه جدا ان انت ترجع 150% مش 100%، لان مرحله مهمه جدا، لان احنا محتاجين كل اللعيبه الفتره اللي جايه. خلاص اتحسم الامر الخاص بالانطلاقه البطوله الافريقيه، محتاجه بقى تركيز كبير جدا من الجهاز الفني، الهايلايتس وكل الامور الخاصه بالاتحاد المنستيري التونسي، لان هتكون انطلاقه قويه جدا. فريق مميز جدا تابعناه النهارده في المباراه، فمحتاج مجهود وتركيز كبير وتحضير جيد جدا ايضا كمان كالعاده على الجانب الاداري من الكابتن سيد عبد الحفيظ. يا رب ان شاء الله تكون انطلاقه جيده من الموسم في البطوله الافريقيه، وربنا يحافظ على لعيبه النادي الاهلي ويقدروا يستفيدوا بشكل كبير جدا من هذه التدريبات القويه واللي فيها جديه كبيره جدا، هتساعدنا الحقيقه زميلي احمد بشكل كبير جدا على مدار الموسم بالكامل. عندك معلومات على ماتش يوم الاربعاء مع بتروجيت؟ هل تحدد له ميعاد معين؟ في عندك تفاصيل تخص اول مواجهات الاهلي الوديه؟ يعني حتى هذه اللحظه يمكن لم يتم تحديد الموعد، لكن من الوارد ومن الطبيعي انت عارف بيكون ميعاد التدريب 5 عصرا، يعني من المقرب جدا يكون هذا الموعد هو موعد المباراه، لكن لم يتم التحديد بشكل رسمي طبعا زي ما احنا عارفين من الكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن هي هتكون مباريات مفيده جدا لفريق النادي الاهلي بعيدا عن الاهداف وبعيدا طبعا كل الامور دي. محتاج مارسيل كولر يشوف اللعيبه على ارض الواقع، يشوف الجمل التحركات كل الامور دي، لان مهمه جدا الحقيقه هذا التحضير مع فرق قويه الحقيقه طبعًا. يعني بتروجيت واسوان ايضا كمان، وخصوصا انه يوم الاربعاء صبح كريم هيكون في تمرين، يعني حسب الجدول المحطوط عندنا انه كمان يوم المباراه صباح المباراه هيكون في تمرين صباحي للنادي وللعيبه، وبعد كده مساء هيكون في مواجهه بتروجيت التي لم يتم تحديد موعدها. كابتن ضياء اي اسئله لكريم؟ كريم كنت عايز اسالك سؤال، هو ممكن بيتعمل لبعض اللعيبه بياخدوا مثلا جزء معين جيم تقويه لبعض اللعيبه، ولا هم الفترتين الصباحيه والمسائيه فقط؟ يعني اذا كان الصبح مثلا بيبقى موجود الشغل البدني وبعد الظهر فني، ولا بياخد بعض اللعيبه بيزودوا شويه قوه مثلا الساعه 12 او الساعه 1 قبل التمرين مثلا 3 4 ساعات؟ نقطة هامة جدا الحقيقة يا كابتن ضياء، وانت عارف ان حضرتك طبعا كنت نجم التدريبات وطبعا كالعادة فاهم جدا في هذا الأمر. لا أقدر أقول لك صباحا يعني مجموعة بتاخد فقرة جيم، ثم بعد كده مجموعة بتنزل أرض الملعب، مجموعة بتعكس تخش هي اللي بتاخد فترة بسيطة جدا من الجيم، بتعكس كمان الأمور دي في الخامسة، تقدر تقول يمكن في عدد بسيط جدا من اللاعبين في هذا التوقيت بياخدوا جرعات بسيطة. هو فترة متنوعة وفيها تدريبات متنوعة بشكل كبير، مش كل اللاعبين بياخدوا الجرعات التدريبية كاملة أو كل اللعيبة بتخش الجيم، لأن انت عارف بتوزع الأحمال بشكل كبير، لأن انت هتبدأ تطلع بالحمل وتنزل بيه مع المباراه الوديه. فعشان كده بقول لك يا كابتن ضياء زميلي احمد مجهود كبير جدا بيبذل، مرحله مهمه جدا لعيبه النادي الاهلي محتاجه تركيز وبذل جهد كبير جدا. الجهد دي اللي شايفينها الحقيقه مع اكرم، التناغم الكبير جدا اللي بنراهن عليه مع برونو سافيو وايضا كمان مصطفى وشادي، ده اللي مطمننا بشكل كبير جدا. الامور الحمد لله مطمئنه بشكل كبير، لكن بنتمنى ان شاء الله باذن الله يستمر لعيبه النادي الاهلي في تركيزهم الكبير، ويا رب ان شاء الله هذا الموسم يكون كله بطولات ويسعد كل طموح جمهور النادي الاهلي كالعاده. كريم اخر سؤال هساله لك، بالنسبه للاحمال، يعني توزيع الاحمال دي بتبقى بكل اللعيبه ملتزمين بيها بنفس الحمل، ولا مستر كورر بيوزع الاحمال حسب الخطوط وحسب الـ 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 مثلا الاعمار او الـ 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 حسب نتيجه الاختبارات القياسات اللي اتعملت، ولا كله بياخد نفس حلم؟ يعني دي انت ممكن تبقى يعني شايفها، ولا ما تبقاش واخد بالك منها كريم؟ لا يا كابتن، ده يمكن المعتاد والمعروف الحقيقه، يمكن اللقطه الاولى اللي يمكن الملف الطبي اللي اتعمل لكل لعيبه النادي الاهلي، كل لاعب بياخد بعض التدريبات على حسب طبعا التقرير والملف. يمكن طبعا انت عارف بعض العضلات محتاجه ان انت تزود الخلفيه شويه، تزود الاماميه شويه، يكون في شغل شويه على هذه الامور. في لعيبه بتزود شويه، وفي لعيبه بتاخد جرعه تدريبيه محدوده بدقائق معدوده. الفايل المعمول الحقيقه للاعيبه النادي الاهلي امر مهم جدا، وكانت خطوه كبيره جدا ما كناش عارفين نعملها خلال المراحل الماضيه. تلاحم المواسم الكبير اللي شفناه مع فريق النادي الاهلي كنت بتقدر تعمل جزء منه، لكن مش بالشكل المعتاد الحقيقه. فيمكن الملف
ولا كل لعيبه النادي الاهلي. انا كده مبسوط يا كريم، ده اللي نقدر عليه. لا وكريم دايما الحقيقه يعني ربنا يخليك جاهز ومتابع، واساله اي سؤال وانت مطمن لازم تلاقي الاجابه. لا انا مبسوط كده كريم، الحته دي بصراحه انا يعني انا شايفها بدايه صحيح. ان شاء الله صحيح. النجاح وبدايه ان شاء الله هنتكلم فيها، هنتكلم فيها طبعا واقع حضرتك. مبسوط يا كريم وميرسي يا كريم على التقدير. انت كمان كلاعب عشت موضوع اليوم الكامل ده كابتن جا. بشكرك كريم شكرا جزيلا. دي كانت اخبار تمرينه النهارده و على مدار الايام اللي جايه ووصولا طبعا ليوم الظهور الاول اللي احنا كلنا مستنيينه. صحيح الاهلي مش هيظهر بفول سكواد لكن مستنيين نشوف مستر مارسيل كولر. والحقيقه سكواد الاهلي السنه دي يعني انا قلت الحقيقه يمكن لاسباب كثيره جدا الناس كانت قلقانه وكانت متوتره وشايفه انه الاهلي في تراجع مستوى، لكن قلت انه سكواد الاهلي واحد من اقوى الفرق اللي بيضم اسماء في كل المراكز على مستوى افريقيا مش على مستوى مصر. وقلت انه الدعم السنه دي مش مطلوب يبقى، او كانت وجهه نظري انه مش مطلوب يبقى عدد كبير بقد ما يبقى مطلوب انه اي اسم يضاف على السكواد يعمل فارق، يبقى كواليتي مش موجود على مستوى قاره افريقيا مش على مستوى. انا دايما بحط مستوى المنافسه على مستوى قاره افريقيا، المستوى على المستوى المحلي مش بقلق كتير قوي من موضوع المنافسه. مره ثانيه رحب بكابتن ضياء عبد الصمد. قصة اليوم الواحد دي واضح انها يعني مسمعة واكلة مع الناس كتير قوي، واعتقد فرصة كمان للراجل عشان يقرب اكتر ويدرس اكتر وهو في مرحلة تقييم، مازال لسه اعتقد انه ما اكتشفش بشكل كامل طبيعة طبيعة اللعيبة اللي معاه، فمحتاج يقعد معاهم وقت اطول يقرا امكانياتهم يعرف هيشتغل معاهم ازاي في الفترة اللي جاية. اليوم الواحد ده وحميد ليه مزايا كتيره جدا جدا، يمكن عيوبه قليله جدا بس يعني لا تذكر، لكن انا شايف ان دي من اهم الحاجات اللي هو فكر فيها. عيوبه لو في عيوب هيبقى من وجهه نظر اللعيبه بس، لكن ده اللي انا هقوله بس ما فيهوش عيوب. صحيح. ان انا ابقى ملتزم طبعا من الساعه مثلا 7:30 او 7:45 دقيقه لغايه ما ينتهي اليوم. أيوه. واروح البيت انا خلاص انا بقيت تحت امره المدير الفني والنادي، ودي اول خطوه من خطوات الاحتراف اللي كنت بتكلم فيها وبنادي بيها. ازاي اللعيب يبقى محترف؟ ما هو مش محترف في عقد الـ 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 التوكيل بتاعه او الوكيل بتاعه ان انا عقد محترف فانا شغال محترف خلاص. لا هو ده بقى الصح اللي الموجود اللي المفروض معظم الانديه طالما انت في نادي محترف وبتلعب لعيب محترف يبقى ده تحت امره النادي من يوم من اول ما بتصحى لغايه ما بيقول لك شكرا السلام عليكم الساعه 8 الساعه 9 بالليل وخلاص على كده. انا مبسوط ان في ثلاث مباريات هيبقى بتحدد لك انت بتنام امتى وبتصحى امتى، بتحدد لك انك بيحدد لك نظام تمشي عليه بتاكل ايه وتشرب ايه، بيحدد لك تمسك الموبايل امتى وتسيب الموبايل امتى. ما بلاش الموبايلات دي بقى زي أيوه. الكليات العسكريه صح. انت كنت عايش حياه مدنيه، دخلت كليه عسكريه بتصحى بدري الساعه كذا، عندك طابور كذا، عندك دراسه كذا، عندك سكاشن كذا، بتنام الساعه كذا، عندك وقت فريس خلاص خلصت. هو بيبدا يعودك على هنقول مقومات اللعيب المحترف الناجح. أيوة. ودي كانت فعلا انا ما شفتهاش من معظم المدربين في الانديه المصريه. هو اول ما بيخش بيعمل معسكر وبعدين بيعمل القياسات بتاعته وبعدين يبدا فتره اعداد صغننه وبعدين يطلع بره وبعدين بيرجع وخلاص على كده. لكن اليوم واحد ده هو بيعرف سلوكيات، بيعرف طباع اللعيبه بتقعد مع بعضها الخمسه سته اللي موجودين حاليا او اكتر او اقل، بيبدا ينصهروا ويندمجوا مع اللعيبه القديمه. صحيح. فدي بتدوب حاجات كتيره بتقرب بتقرب بدل ما اخلي المعسكر اسبوعين اهو خلاه شهر. وفي نفس الوقت بقت خلاص انا عرفت بقى العشره اللي بيني وبين احمد دلوقتي. أي. احمد بيتضايق من كذا، احمد بيحب كذا، احمد بيزعل من كذا، احمد ما بيزعلش من كذا. فانا شايف ان دي اليوم الواحد دوت حاجه جميله جدا واتكررت وانا عشتها مع النادي الاهلي برضو هرجع اقول سنه 84 85. وكان مردودها ان احنا حصلنا على كاس مصر وكان اللعيبه كلها انصهرت في بوتقه اللعيب الواحد مصلحه النادي. وانا شايف ان دي حاجه كويسه جدا ومبسوط جدا ان برضو هو فكر في انه يعمل ثلاث مباريات قبل التقييم الشامل وابدا يعني قبل المعترك اللي هنبدا بقى نبتدي ان شاء الله في بدايه الدوري ولا في بدايه كاس العالم ولا في بدايه المنافسات بتاعتنا. ايوه فدي حاجه انا شايفها كويسه جدا مفيده جدا. وفي نفس الوقت انت قلت كلمه حلوه قوي يا احمد دلوقتي، الزياده الجديده اللي اتحط على السكواد قليله جدا. تيجي تبص اربع خمس لعيبه دلوقتي ولا ست لعيبه. أيوة. القوام ثابت، محتاج تغيير في نمطيه الشغل، وبقولها تغيير في نمطيه الشغل والواجبات اللي في كل مركز، ودي مهمه جدا من دلوقتي. يعني هو لو قرر الحته دي كويس قوي من خلال الثلاث مباريات اللي هيعملهم
انا ما استبعدش ممكن يدي نص ساعه وساعه او ساعه مثلا في كل مباراه يدي مثلا مجموعه معينه. هو خد بالك يعني الثلاث ماتشات دول هيبقى فيه اسماء كتيره مش موجوده مع الاهلي. انا بس يعني منتخب وناس مسافره مع المنتخب وناس موجوده هنا. انت عندك اولمبي وعندك اول وعندك محترفين مالي وتونس يعني في اسماء كتير هتبقى. انا مبسوط من ايه؟ انا خايف بس من الناس تبقى مستعجله شويه على الراجل يعني. لا, يعني لا 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 لا, لا انا مش بص 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 يا احمد بقى حته الاستعجال دي يعني خلاص احنا المفروض بقى ايه اتعلمنا منها. لا انا استعجل ليه دلوقتي؟ انا الراجل لسه بيقول صباح الخير وصباح النور. انا لسه ما اعرفش انت تستحمل قد ايه في الملعب نص ساعه 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 الا ربع 50 دقيقه ربع ساعه اللي بيها ممكن تنتج لي اللي انا عايزه. هو مش شرط ان انا العبك ساعه يا احمد او ساعه ونص المباراه كلها والمحصله النهائيه صفر. ما انا ممكن العبك ربع ساعه او ثلث ساعه تديني فيهم اللي انا عايزه 10 على 10 وهفضل وارجع اقول لك برده المقياس بالنسبه اللي انا بقوله. أيوه. جده مع منتخب مصر مع الكابتن حسن شحاته مظبوط كان بياخد 10 دقائق افضل ربع بديل في افضل معرفة. بديل واخد ده اتعملت له جائزه مخصوص. أيوه. انا مش بقول كده ان انا بمهد لا اطلاقا لا وده هيحصل هو يشوف وده هيحصل شيء ان ابينا يعني انت عندك النهارده وده اللي كنا مبتدئين بيه في الموسم اللي فات. انت النهارده عندك في كل مركز 2 و3 على اعلى مستوى وطبيعي تمام. جدا يبقى المنافسه بينهم وبيبتدوا موسم طبيعي يعني انت اول مره سواء بالنسبه للجهاز الفني ابتدى يستلم مهام عمله قبل ما موسم يبتدي حضر خطط لفتره اعداد بشكل معين. اللعيبه جايه من راحه طويله في اسماء كتيره جدا دي بقى اللي هقطعك فيها واقول لك واخدين راحه بعد يعني في نهايه الدوري كنت انا معاك برضو وقلنا ان الحاجه الكويسه اللي اتعملت ان الناس دي خدت راحه وان لجنه بدري بدري لازم بالظبط علشان دي تتعمل الريكفرنج بقى من بدري قوي ويبدا الاستعداد زي ما انت بتقول ايه بشراهه ان انا ارجع للنادي الاهلي والكيان النادي الاهلي والبطولات النادي الاهلي ان انا عايز احقق بطوله النادي الاهلي. أي. فدي مريحاني انا شخصيا انا مستريح. نمره 2 في بعض اللعيبه انا كنت قلقان انها تمشي من النادي الاهلي وكنت هبقى زعلان لو مشت النادي الاهلي. على سبيل المثال حسام حسن خلاص حسام بقى عارف الايه الرهبه او او الخطفه الاولى خلاص حسام اتخطفها اتعلمها عرف ان انا خلاص ما فيهاش بقى ايه ان انا ارجع تاني اقول افكر او ارجع اعيد حساباتي هلعب خلاص خلص حسام بقى خلاص الخطفه الاولى حسام اتخطفها خلاص فهي انا متاكد ان حسام بشكل تاني انا متاكد ان شاء الله هيظهر تقصد انا متاكد انا بقول لك انا متأكد. ليه بقى الثقه رجعت له ودي كنا بنفتقدها شويه يا احمد في بعض المباريات في نهايه الدوري السنه اللي فاتت تمام كنا بنفتقد الثقه دي بمعنى قلت لك انا عايز انزل اثبت نفسي مع مدرب ومع اثنين انا ما باخدش باخد لي دقيقه اثنين خمسه ثلاثه دي قتلاني الثلاث دقايق دي انت عايز تعمل فيها كل حاجه عايز تستلم وعايز تسلم وعايز تدافع وعايز تعمل اسيست وعايز تجيب جول ده في مركز الهجوم ولو قلت لك فيندر مثلا ولما بتضيع بتبقى الدنيا كلها بتبقى والله بلاك. يا احمد مش كده لا ده, ده 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 انت شايف سواد طبعاً طبعاً. ما بعده سواد ده خصوصا انك انت بقى واحد من الجمهور يقعد يقول كلمه كده الميديا تقول حاجه كده تطلع بره في مكان معين يا كابتن مش عارف ايه يا كابتن انت مش هتسجل الحاجات دي كلها بتاثر نفسيا وبالتالي في الاهلي اتاثر كلها في الاهلي اتاثر طبعاً يعني مهاجم اي مهاجم في اي حته بيضيع ولا حد ولا في ولا بتفرق معاه اساسا ولا حد بيقول له انت بتعمل ايه لا النادي لكن الأهلي. في الاهلي لا في في ده في جيش طبعا جيش في جيش جراح انا 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 انا, أنا بقول لك يعني حتى الاضافات هتكلم في مركز الهجوم يعني شادي ان شاء الله برضو خد الخبرات وانت قلت لي كنت بتخيرني قلت لك انا محتاج لو شادي موجود هيبقى اضافه وكنت اقلق ان حسام يمشي الثقه دلوقتي عند حسام انا هقول لك لا 200% 200% ان الاهلي ابقى عليه فمعنى يعني ان الاهلي يعني يبقى عليك يا حسام انك انت لعيب كويس يعني انت شايف 9 ده تكسير عظام طبعا شادي مع شريف مع حسام انت ده تكسير وشريف برضو يا كابتن هقول لك حاجه تعلم ان في بعض الناس او بعض الافراد اللي موجودين في 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 مواقع كتيره تقول لك ده هو شريف بقى فين دلوقتي ده كان ايه طب حسام نزل عمل ايه في الوتر اللي فاتت ده سجل كام هدف ده عمل كام هدف الكلام ده كله كابتن لما بيوصل لك انت كلاعب انت غصب عنك انت برضو بتفكر فيه مش معقوله مش هتفكر فيه غصب عنك لازم تفكر فيه فمجرد ان شريف يكون موجود وحسام موجود وينضاف ليهم شادي وشادي برضو يعني هنقول لعيب كويس ولعيب ليه بصمه مع فرقته لا ده انت كده بقى يعني بلغه الكوره الذكر بقى هو اللي يبقى موجود فينا هو اللي هيلعب
تفكر هتطلع حاجه كويسه جدا لخط هجوم النادي الاهلي. تفكر تجيب لهم رابع؟ رابع احسن. بص وبالذات وخليني اكمل بس بقى، وبالذات لو اجنبي. يعني ده كان مطلب من السنه اللي فاتت، نجوم كتير هنا كانوا بيشرفونا بيقولوا انه الاهلي محتاج دايما راس حربة اجنبي. وجود شادي، يمكن شادي الحقيقه انا شخصيا براهن عليه السنه دي. ليه ثقل؟ يعني حاسس انه السنه دايما كمان مش بقيس الموضوع بامكانيات بس، في لعيبه امكانياتها كويسه قوي وعندنا اسماء كتير وما حدش يختلف على امكانياتها، بس الروح والتيشيرت مش اهلي، الكواليتي الحاله مش اهلي. شادي احنا هنقول بقى صح؟ كان شادي اهلي، شادي كواليتي اهلي. فشادي مع حسام مع شريف يطمنوك قوي في الحته دي، لكن هل مع او ضد وجهه نظرك؟ لا، في الحته دي كمان محتاج رابع اجنبي، ولا كابتن ضياء ممكن يقول لك لا الاجنبي استفيد بيه في حته تانية؟ لا ممكن. ليه؟ ممكن. هقول لي ليه؟ ليه؟ النادي الاهلي فرقه بتكسب. النادي الاهلي فرقه 4 بطولات و5 بطولات. النادي الاهلي للاسف ما بينفعش معاه غير المكسب. ايوه. النادي الاهلي للاسف لما بتنزل تلعب وبيكون في التوب فورم بتاعته بتبقى محتار على الاطراف، بيجي انديفيدوال فردي ولا لا، عندك مشكله. ممكن الثلاثه لا قدر الله اصابه، لا قدر الله في انذار او اثنين، وانت محتاج اثنين او ثلاثه كمان ممكن يلعبوا. فشايف ان المركز ده محتاج. ما هو في بعض المراكز يا كابتن احمد ما ينفعش اقل عن ثلاثه او اربعه. خد بالك ان برونو سافيو جوكر. يعني برونو سافيو انا لما استعرضت مشواره واستعرضت عدد الاهداف اللي هو مسجلها والمراكز اللي لعب فيها، بيلعب 9 وبيلعب 10 وبيلعب على الطرفين، واغلب اهدافه اللي سجلها واكثر مسيره يعني تهديفيه سجل فيها اهداف كانت كراس حربه. فمن الواضح ان في التدريبات انه الراجل عايز يلعبه ورا راس الحرب. التوظيف يا احمد. لكن اقصد اقول وممكن تستخدمه في ده لو احتاجته، زي اكرم كده ممكن تلعبه هاف وممكن تلعبه باك يمين. كريم فؤاد ممكن يلعب يمين وممكن يلعب شمال، ممكن يلعب باك وممكن يلعب جناح، في لعيبه كده بتقدر تدي في كذا مركز، عمار حمدي نفس الحكايه. ترجع لدي امتى يا احمد بقى؟ أيوه. لما انا اقدر اجربه مثلا في ماتش بتروجيت او في ماتش اسوان. اجربه في تايم طرف شمال او طرف يمين او مركز 10، وفي تايم ثاني او في مباراه ثانيه في مركز 9 جنب سي مثلا فلان وفلان. والله ادى اللي انا عايزه جميل جدا. وممكن الراجل تبقى طريقه لعبه، انت لو سمعت المؤتمر بتاعه كله الكلام كله عقلاني وعجبني جدا جدا، وكلام متزن وكلام على قد السؤال ومفيش فتح مسارات لكلام ملوش لازمه. لا الراجل بيتكلم كلام، قال جمله عجبتني جدا جدا جدا. انا ما يهمنيش ان انا دلوقتي يبقى الشكل هيبقى او المنظومه او او او، لان السؤال اللي ساله النادي الاهلي بيهمه جمهوره انه اداء وشكل ونتيجه في الاخر بطوله. قال اكسب الاول وبعد ما اضمن المكسب وامشي على قد اللي انا محتاج في طريق البطوله الاداء هيجي. فكرني كده كابتن ضياء، مين المدربين اللي جم ظهرت بصماتهم اول ما يعني مسكوا المسؤوليه، سواء وانت كلاعب او تابعته او شفت شغله وانت كمدرب، مين يعني جه قدر يعمل النقله من الاول كده على طول؟ انا وانا بلعب يعني في الدرجه الاولى كان كابتن جوهري. يعني كابتن جوهري لما مسك كان في حته غريبه قوي يا احمد، السيكولوجيه بتاعته النفسيه كانت غريبه قوي مع كابتن جوهري. هو مش كابتن جوهري، هو المصري، اللعيب المصري. يعني اللعيب المصري تعرف تجيبه والله يا احمد، مش من البدني والتكتيكي بقد ما بتجيبه من حته الروح وال بيتعامل يا احمد. بص انا طبعا مع كل العمالقه اللي اتمرنت معاهم. أيوة. يعني اتمرنت مع كل يعني اقول بقى سكواد النادي الاهلي في المدربين كله. اتمرنت معاه. أيوة. ده بدايه كابتن مصطفى حسين، الكابتن زيزو، الكابتن هاني مصطفى، منتخب مصر. لا كابتن هاني مصطفى كان معايا في المنتخب، كابتن فتحي مبروك في الدرجه الاولى. أيوة. كابتن انور سلامه، الكابتن مفتي، الكابتن شيخ طه اسماعيل. لا انا مش عايز اقول في ناس، لكن اتمرنت مع كل الناس. لا كابتن جوهري في حته غريبه شويه، بيعرف يحتضنك، بيعرف يطلع كل اللي جواه، وده مهم عند المصريين. يا لهوي، ده اساس الانطلاقه واساس ظهور بعض اللعيبه في النادي الاهلي الاحتضان ده. الراجل بيبقى عارف انت محتاج ايه نفسيا وعصبيا وان شاء الله اقول لك ماديا ودراسيا وكل حاجه. كان فعلا بيعرف يحتضنك. انا بقول لك الكلام ده يعني انا حصل مع معايا وجوه الملعب. ايوه.
فانا بقول لك الحته دي مهمه جدا جدا جدا، ان هو لو قدر يوصل يدوب الفروقات الصغننه اللي في بدايه المعرفه بينه كمدير فني وجهاز وبين اللعيبه. ده هنا دور كابتن سامي قمصان برضو، وكابتن سيد عبد الحفيظ، وكابتن سيد عبد الحفيظ ده اساسي. ده اساسي يعني لازم يخلوا، لان خد بالك الراجل برضو عقليه المانيه شويه، يعني هو سويسري بس بنكهه المانيه، اشتغل في المانيا واشتغل في النمسا، مسك منتخب النمسا، ومقدماته بتقول كده انه راجل جاي يشتغل بالورقه والقلم. لا مش مقدمات، عامل لي قياسات عارف بدنيه. قال ايه يا كابتن؟ عارف قال ايه؟ قال كلمه حلوه قوي، قال الشعر الابيض اللي انا فيه دوت اكتسبني خبره وخلاني اسمع واعرف يعني الامور بتدار ازاي. الموضوع دوت انت لو انا قريت، انا سمعت التقديمه بتاعته، لا الراجل ما سابش حاجه ما اتكلمش فيها، وبقول لك كلامه عقلاني جدا، لا هو متهور ولا هو جاي انا هعمل وهعمل وهعمل. لا 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 لا، قال لك انا عايز اكسب وابدا احط النادي الاهلي زي ما هو في مصافه وزي ما هو معروف عنه ان هو نادي بطولات، وبعدين الاداء هيجي ان شاء الله، هيجي بس انا يهمني في المقام الاول المكسب والاداء. وبعدين قال لك انا مش هقدر احدد طريقه اللعب بتاعتي غير من خلال مجموعه اللعيبه اللي موجوده معايا. ودي حته كويسه جدا برضو، يعني في بعض اللعيبه احمد يجي كده على طول دايركت يقول لك ايه، انا هلعب 3 5 2 تمام، او هلعب 4 1 4 1 ايوه، او هلعب 4 2 4 او 4 4 2 مثلا، او 5 3 2 4 1 4 1 دي بتاعت الاهلي والله يا كابتن نفسي، مش عارف ليه ما بنلعبهاش. بص بص يعني أحمد، كل الفرق الكبيره اللي بتنافس النهارده الريال، السيتي، البايرن، 4 1 4 1 احمد، اللعيبه اللي عنده اذا كان هنا ولا هنا ولا هنا بتشجعه وبتساعده. وانت عندك سكواد بيعمل ده يا كابتن ضياء، بس هي المشكله في ايه بقى؟ ما هو انا عندي السكواد دوت، لكن الانسجام اللي بيني وبينك يا احمد ممكن بيبقى لسه ما وصلش للطب. فممكن دي تعمل لي حته صغننه جدا في ارتداد الكوره، في الارتداد هجمه على مرتد عليا. لكن انا بتكلم في حته لو حفظ من دلوقتي زي ما بقول لك في سيكولوجيه لازم هو هيوصل لها ان شاء الله. يعني بدايه توظيف وتلقين معلومات في بعض المراكز عندنا، وتبقى تعليمات صارمه يا احمد، وانا بقولها من دلوقتي من قبل بدايه الموسم، نمره واحد السردباكين لازم السيكولوجيه الفكريه الاحترافيه تتغير، وبقولها لك يا احمد لازم تتغير. انا اتمنى انه يبدا يشتغل شغل فردي وخصوصا السردباكين. المشكله يا احمد عندنا الفتره اللي فاتت وبكل امانه وبكل صراحه وبكل شفافيه كانت موجوده في السرد باكين، نظرا لظروف الاصابات وللمنتخب يعني الامور اللي كانتش مساعدانا ان السرد باكين بيلعبوا مع بعض فترات طويله، دي كانت عاملنا مشكله شويه. ايوه عشان كده بس انت عندك كواليتي. ما قلتش لا يعني انت عندك كواليتي، انا هقول انا ما بقولش ايه، انا ما بقولش ان ما عنديش كواليتي، انا عندي كواليتي، لكن من اهم المراكز اللي موجوده في الملعب السرد باكين زي حارس المرمى. انا السردباكين دول احمد لما ترجع كده لكل الفرق العالم اللي بتتكلم عليها وبتلعب 4 1 4 1 السردباكين ما بتغيروش الا يا اصابه لا قدر الله او انذارين او طرد بس. ايوه يا احمد تحركي على الراجل زميلي اللي جنبي، يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها من بس خد بالك 4 1 4 1 يعني زي ما بيلعبها جوارديولا مثلا، الباكين اليمين والشمال ليهم ادوار كتير دفاعيه اكتر منها هجوميه، لانه انت عندك كثافه قدام، فاللي بيطير منهم او اللي بيزيد منهم بيكمل دايما واحد، ففي واحد تاني ثابت بيسند. انت كلمتني بشك في حته فنيه جامده جدا بقى، ف 4 1 4 1 انت عندك الباكين بيعملوا ايه؟ ليهم دور دفاعي جامد جدا. تمام، الاربعه يعني الواحد الديفندر ده عارف ده بيبقى دوره ايه مثلا في الاربعه 4 4 1؟ لو فرده من الطرفين طايرين هو بيعمل ايه؟ هو بيسد مكانها ويبقى واحد من الاربعه اللي فوق ينزل مكانه. الله ينور عليك. هي بتبقى بص يا احمد هي بتبقى يعني منظومه كده مرتبطه ببعض بمنتهى الصراحه. جوارديولا انا بشوف بعض المرات ليه وشفت بعض التدريبات ليه بيشتغل باطوال طوليه مش عرضيه، يبقى الشغل الطولي زي ما كابتن جوهر الله يرحمه كان بيشتغل، كان بيحط تشكيل مثلا بيحط طولي مثلا علاء عبد الصادق ومحمد السيد وكابتن مصطفى عبده مثلا، دي عبد الصمد ومحمود صالح ومجدي عبد الغني مثلا او حسام حسن، مش بالعرض بس، ما بيجيبش بالعرض بيتكلم بالطول، فيبقى ليه شغل جامد جدا شغل مرحلي. لا دي طبعا بتاعه مستر كولر، دي بتاعته هو بقى اذا كان يشتغل عرضي او يشتغل طولي دي حاجه بتاعته. لكن الطريقه يا احمد انا واجباتي في 4 1 4 1 بتبقى زي 5 3 2 او 3 5 2 او 4 2 4 هي اللي هي واجبات. عشان كده انا بقول لك لازم عشان الاهلي يرجع زي الاهلي
الفتره اللي فاتت واجبات مركزي في الطريقه اللي بلعب بيها احفظها عن ظهر قلب. مشكله هنا بقى اللي بتفرق من مدير فني لمدير فني، ده نمره واحد. يعني ممكن تبقى الطريقه هي هي، طب اقول لك حاجه، الاختيارات هي هي، اقول لك حاجه، لكن توظيف او فكر المدير الفني يختلف عن واحد تاني في نفس الطريقه ونفس الاسماء. اليوم الواحد سهل جدا لو هو استقر على طريقه لعب وشكل طريقه لعب بالمحتوى الفني اللي موجود عنده من اللعيبه وهيظهر له. اليوم الواحد ده بيعمل كده، اجي اجيب مثلا سي خط الظهر لو هلعب باربعه او هلعب بثلاثه او ايا كان بالطريقه، لما يكون التحرك من ناحيه اليمين بشكل معين ومعاك فيرود رخم او قاعد او تحركه كتير، بيبقى تحرك سيرد باك شكله ايه والراجل اللي تحتيه شكله ايه والترحيل من الباك العكسي شكله ايه. الديفندر مثلا بيبقى شكله موجود امتى؟ لما بيكون في اتنين طالعين، لو بلعب اتنين روس حربه يبقى الاتنين السيرد باكات بيقفوا ازاي وبيتحركوا ازاي، والعمق اللي هيزيد لي بقى زياده دفاعيه من الديفندر واجبه ايه. هو يمسك ولا السيرد باكين هو بيدي تعليمات يقول لك ايه لا انا مش دعوه، لو عندي فرودين هلا ممكن العب فرقه بتلعب فراوده. أيوه. انا ممكن ادي اقول لك ايه القريب من الفرود يمسك عليه، والتاني ممكن اعملها مربعات. لا طالما دخلت في مربع واحد او اثنين او ثلاثه اقوله ده مستقبليش دعوه، ده بتاعك انت. أيوه. فبعمل التزام من دلوقتي ان هو يعمل ايه، يلتزم خططيا ان هو في المربع ده وفي الشكل ده لازم يبقى الراجل ده بتاعه. ممكن حد ثاني يقول لك ايه لا انا بفتحها ما فيش مشكله بالنسبه لي، انا عايز التزام وعايز مراقبه انك انت والراجل ده قرب منك امسك واللي بعديه يغطي. أيوه. يبدا يشتغل حتى بالكوره، يبدا يتحرك بالكوره وهي الكوره في ايده يمين وشمال، جيت يمين اتحرك جيت شمال اتحرك. انت كنت مدير فني يا كابتن، خليني اسالك بالنسبه للمدير الفني. لا 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 شكرا، كنت مدير فني. لا 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 عايز اعرف الاولويه بالنسبه له. يعني الجمهور يحب اللعيبه الكويره، يعني مدافع كان نص ملعب الحريفه اللي يعني يمتعوا كوره، الناس اللي بتحب الكوره عايز تمتع كوره. انا ماليش دعوه بالصداع بتاع المدربين الفنيين ده، وتحط الخطه وتحط التكتيك وتختار التشكيل والكلام ده ما يخصنيش بقى. انا عايز اشوف الفرقه بتاعتي تقدم لي تابلو طول 90 دقيقه ابسط بيهم، ويا سلام لو وصلت في النهايه انا خدت لقب وبطوله اتعشت زي ما بيقولوا. لكن المدير الفني بيبص اللعيبه بشكل مختلف تماما عن الجمهور. بالنسبه له عنده سكواد فيه 30 كلهم بالتاكيد لما يكونوا في لعيب زي النادي الاهلي اكيد لعيبه امكانياتها كويسه، مفيش خلاف على الامكانيات، لكن مين افضل له؟ اللعيب التكتيكي اللي عنده المرونه واللي بيفهم وبيعرف واجبات ينفذ واجبات الدور المطلوبه منه او بينفذ وجهه نظر وفكر المدير الفني في الملعب، ولا اللعيب اللي هو امكانياته عظيمه جدا، مدافع عنده قوه عنده سرعه عنده قدره على الارتقاء، بيختار على اساس ايه؟ بيحدد الاولويه بالنسبه له كمدير فني ايه اللي ليه الاولويه؟ بص يا احمد، انا كمدير فني انا عن نفسي انا كضياء انا بحب اللعيب الحريف. الاستلام والتسلم والشكل الشيك اللي بيتحرك بيه والباص بحب كده، مع حته دشانه وحته خشونه وحته ايه بقى يعني ايه بدك في الملعب. ممكن تلاقي دي موجوده في بعض اللعيبه. يعني انا بحب مثلا قوي الوان تاتش وتو تاتش من داي 1 وانا بلعب، وان تاتش وتو تاتش انا بستمتع يا احمد كاني قاعد في ملكوت تاني. انت مش هتصدق يعني ايه وان تاتش وتو تاتش دي بتعمل لي ايه. ترجع لشكل اللعيب جوه الملعب وللطريقه اللي بلعب بيها والفكر المدير الفني. يعني ممكن المدير الفني يقول لك زي انت بتقول كده فعلا. أيوه. انا محتاج لعيب تكتيكيا، وهجيب لك نموذج حالا دلوقتي. أيوه. انني كل الناس بتقول لك ان النني 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 يا جماعه هو النني دوت. انا كنت باجي اقول لك يا احمد برضه على فكره، وبقول وفي 500 لقاء وانا كنت بقول لك برضه اكتر لعيب تكتيكي منفذ لاي مدير فني يستخدمه او يلعب تحت امرته، زي عمرو السوليه من اكتر اللعيبه اللي بتنفذ الفكر التكتيكي والتنفيذي للمدير الفني في بعض الامور ولن تخلو من اي فرقه. المفروض لعيب حريف، لعيب عنده زي ما بيقولوا ابداع. أيوه. لعيب عنده حته يعني لازم يطلعها. خلينا اديك على سبيل المثال قصدي بطلعها مثلاً من غير ما اديله حاجه يا احمد. يعني انا بديله البوزيشن بتاعه مثلا. أيوه.
وببقى عامل حساب الحته دي، بس اللي حواليه بيخدموا عليه في الحته دي. ده مش تقليل من حد على حساب حد يعني، لا طبعا. هو حد يختلف ان وائل جمعه مثلا كان واحد من اهم اساطير الدفاع اللي جم في النادي الاهلي، محمود صالح، محمود ماهر، همام، بتتكلم في ايه؟ هاني رمزي لما لعب في الاول، حتى مدحت رمضان، الكابتن مدحت رمضان، الدكتور مدحت رمضان لما كان بيلعب سيردي باك، بس كل واحد من دول ليه ستايل وليه كوره مختلف عن التاني. بالظبط. هو هاني رمزي قليل، هاني رمزي شكله مختلف تماما عن محمود صالح. أيوه. محمود صالح مختلف تماما عن ماهر همام. أيوه. نفس الكلام عن ضياء السيد او عن حشيش او عن حتى اقول حتى يعني لو قلنا مدحت رمضان بيلعب على حسام البدري، ما كان بيلعب كتير فترات سيرد باك. طيب خليني اروح لفاصل وارجع اكمل. هل الاهلي محتاج صفقات؟ وده السؤال اللي سالناه في خط الهجوم. نرجع للنص والدفاع، بس نروح لفاصل ونرجع مع كابتن ضياء عبد الصمد في السادسه بعد الفاصل. طيب هنكمل مع حضراتكم، بس تريك تراك بقى كابتن ضياء في السريع كده عشان نحاول ايه نغطي كل الحاجات اللي معانا. في صفقات تاني شايف انه الاهلي محتاجها؟ هو الاهلي اكيد هيعمل صفقات تاني، لكن انا بسال وجهه نظر كابتن ضياء. والاجانب توظف، او لو عندك واحد او اتنين اجانب تحب ايه المراكز اللي تدعمها بمحترف اجنبي؟ اجنبي اتمنى الاقي باك ليفت كويس، اتمنى يلاقي باك ليفت كويس او سيرد باك كويس. انا نفسي ادعم الحتتين دول في النادي الاهلي بصراحه، سيرد باك مختلفين اجانب اي او حد يعني يقدر بشكل عام يسد لي مكان معلول ومكان مثلا اهم محمد. اسمين في مصر شفتهم في السيزون اللي فات في الحتتين دول للاسف هو كان يعني اكرم بس اتصاب، مش في بدايه في باك ليفت، انا بتكلم في عموما في خضار ولا بتكلم في باك ليفت وسيرد باك. لا عبد المنعم كان كويس. لا بره الاهلي يعني، لو بره الاهلي لو انت هتروح للحتتين المركزين دول من جوه مصر، مش هتغامر فيهم بمحترف اجنبي، في اسماء لفتت نظرك؟ يعني بص بامانه احمد انا مش متذكر يعني، مفيش حد لفت، يبقى مفيش حد لفت نظر بامانه طيب. يعني عادي زي اللي موجود في الاهلي. طيب عايز اكلمك على قدرات المدير الفني على التطوير الفردي لمستوى اللاعب، يعني لو هيشتغل بشكل فردي مع لاعب بعينه ازاي يقدر او ممكن يروح لغايه فين في فكره تطوير المستوى؟ ايه النقله النوعيه اللي ممكن يعملها؟ واسمع رايك في ده، بس خلينا نستعرض عقبال ما ترتب اجابتك، نستعرض جزء من رسائل جماهير النادي الاهلي لفريقهم ولنجومهم قبل بدايه الموسم. علي حسن، لو ليك تعليق يا كابتن ضياء يهمني اسمعه. اتمنى من كل لعيب يقدر التيشيرت اللي هو لابسه ويكون على قدر مسؤوليه الاهلي ويستوعب درس الموسم اللي فات، واعتقد احنا كجمهور هنفضل وراهم وفي ظهرهم. عظيم يا عشرة علي، هايل يا 10 على 10 بصراحه يعني، ندي درجات اهلاويه 10 على 10 كده، 10 على 10 علي، هايل. كل الدعم وقتله من البدايه للنهايه، مستنيين كل البطولات ان شاء الله. ده سمير حزين 10 على 10. حمدي عبادي، ربنا يوفقهم جميعا وان شاء الله ويبعد عنهم شر الاصابات يا رب. لسه كنت بقول لكابتن ضياء قبل الهوا، الواحد بقى عنده هس من اي تجمع دولي او اي مباريات وديه انه لا قدر الله يحصل اصابه. لا ان شاء الله تتظبط. الموسم اللي فات عارف المثل اللي بيقول لك اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. بالظبط كده. الدعم لمجلس اداره بقياده الاسطوره بيبو واللعيبه الرجاله. الدعم هو تحدي جمهور او رهان الجمهور الحقيقي السنه دي. معروف السيد، انتم افضل لاعبين في مصر وافريقيا. تمام، نروح للي بعده. محمد كريم، كل الدعم لابطالنا، احنا جمهورك واهلك ودايما في ظهرك. حلوه. عظيم. ابو زيد المصري، خليكم رجاله وخلوا عندكم روح النصر الاهلاوي، مش عايزين اي لعيب يلعب بالشوكه وسكينه، وخلي بالكم نصر اهلاوي والفخر ليا. انا متهيألي مفيش شوكه وسكينه السنه دي يا ابو زيد، يعني المنافسه اللي جوه الفريق نفسه، يعني بعيد عن الاهلي بينافس بكل الالقاب، المنافسه اللي كل جوه كل مركز في الاهلي. انا كنت هعلق على كلمه شوكه وسكينه دي. شوكه وسكينه دي يعني عارف يا احمد، لعيب بيستلم كوره وعلى مزاجه، اهم حاجه ان هو يرضي نفسه. واخد بالك؟ ودي ما شفناهاش كتير في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، هي بس كانت المشكله زي ما بقول لك يعني تلاحم مواسم ورا بعضها، اصابات كثيره، مفيش انصهار كويس بين اللعيبه وبين بعضها، هو ده المشكله. لكن شوكه وسكينه بامانه انا ما شفتش شوكه وسكينه في النادي الاهلي السنه. طيب يعني انا عندي سكواد فيه 30 لعيب، وال 30 لعيب في النادي الاهلي يعني 30 لعيب كواليتي محترمه جدا. طبعا. صح؟ طبعا. والنهارده اي اهلاوي لو قلت له تعالى نحط، يعني لو جبت 10 اهلاويه قلت لكل واحد منهم حط لي تشكيل الاهلي الاساسي اللي بتحلم انه يبقى موجود، هتلاقي 30 في موجودين في السكواد. هتلاقي 30 موجودين في السكواد. صح؟ تمام. او على الاقل 25 موجودين في السكواد. ففي حيره يعني.
في النهايه انا كمقدرتي كمدير فني لو انا عايز اشتغل بقى على فكره، ودي واحده من الحاجات اللي بتميز كولر. انت كنت هتضيع السؤال ده يا احمد. انا مبسوط منه قوي. انا مبسوط منه جدا. حدودي فين واقدر اطور من كام لعيب واشتغل معاهم ازاي واطورهم ازاي وانا مسؤول عن فريق بحجم نادي الاهلي مطلوب مني مكسب وبطوله في كل مباراه. احنا قلنا في الاول لما اختار طريقه اللعب، لما اختار طريقه اللعب حسب الراجل رؤيته للعيبه ديت هختار طريقه لعب وابدا اشتغل عليها. عشان اشتغل على طريقه يا احمد يبقى لازم الطريقه دي ليها واجبات. الديفندر بيختلف دوره من 4-2-4 ل4-1-4-1 ل4-3-3 ل4-4-2. تمام خلاص كده. يبقى لو اشتغل على الحته دي وزي ما بقول لك اليوم الواحد ابدا بقى الشغل الفردي. انا بجيب بورد واجيب معظم الناس اللي بتلعب في المركز دوت واقول لهم دورك لما الكوره تبقى في الحته الفلانيه وفلان بيهاجم او بندافع او كل الاحتمالات بقولها وابدا على البورد اشغلها وفي الملعب احفظه وكر. بص يا تكرار. عايز الله ينور عليك التحفيظ. عايز تنجح. هو يا احمد معلش انت لما بتلاقي عايز تنجح كلاعب ولا عايز تنجح كمدرب كفرقه او كتيم وكمدرب انت لازم تاخد. بص لما تديني كل الصلاحيات وتديني كل الامكانيات وتديني كل اللي انا عايزه ده انت مش تحاسبني بالثانيه بالفيمتو ثانيه. واخد بالك؟ عايز تنجح التحفيز والتكرار. هي السيتي مع جوارديولا بينجحوا كده يا احمد بيجيبوا كده خلاص تقسيمتين تقسيمتين وكورتين وخلاص ومع السلامه. انا شفت لسه ما فيش من اقل من 24 ساعه شفت تكرار في جمله معينه وبشكل معين. شفت بين الشوطين في مباراة أستون فيلا اللي كانوا بيلعبوا فيها آخر ماتش في الدوري اللي كان مغلوب فيها في الشوط الأولاني ولو خسر المباراة دي أو تعادل الدوري يروح لليفربول. شفت الكلام اللي اتقال من جوارديولا بين الشوطين للعيبة ونزلوا الشوط الثاني كوتينيو جاب فيهم الجون الثاني فبقوا مغلوبين في الشوط الثاني 2-0 وهم عايزين يكسبوا عشان ياخدوا البطولة. شفت الراجل اللي اتكلم معاهم. شفت حالة يعني انا عايز لا ده شغل كتير قوي. اقول لك حاجه. الراجل ده بيشتغل على تفاصيل كتير قوي. سيبك من ال 30 40 واحد اللي شغالين معاه في الجهاز الفني خلاص بالتقييم والاحصائيات اللي بتتعمل لكل لعيب والناس اللي فوقه بتقول ده ايه وده ايه وده ايه. سيبك من كل دوت. انا بتكلم في حاجه التحفيظ والتكرار علشان تلاقي جمله ثابته. فاول بيتعمل او كورنر بيتعمل انت بتقول ايه دول متمرنين عليه. ايوه طب اشمعنى ايه اللي متمرنين عليه وبدايه الهجمه من تحت لما اطلع من تحت لغايه ما اوصل مش متمرنين عليها. ما تسيب اللعيب المصري للاسف يا احمد ما تسيبلوش في بعض الاوقات المساحه اللي يفكر فيها. طيب لكن عايز كام حته معلش انا عايز تطوير المراكز مهمه يا احمد. جاي في حته ثانيه مهمه بالنسبه اتفضل. اتفضل. لا عايز حضرتك تقول لي ازاي ايه حدود المدرب انه يشتغل على اللعيب بشكل فردي وايه النقله النوعيه. وانت اكيد شفت طبعا وانت لعيب وانت مدرب شفت اكيد حالات اتنقلت النقله النوعيه ان انا احفظ اللعيب في كل مراحل المباراه وقفته ودوره. تمام. بمعنى اخد من المباراه عارف يا احمد في محللين اداء بياخدوا المباراه كلها يقعدوا هيعملوا ايه يحللوها جزء جزء اول خمس دقائق اول ربع ساعه اول نص ساعه اول تايم اول خمس دقائق في المباراه اخر خمس دقائق في التايم اول خمس دقائق بعد ما جبت جول او بعد دخل في الجول وابدا احلل واقطع. انت بص تعال انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا مش المفروض كنت تعمل كده على كل مركز على كل مركز. امال الاحتراف يعني ايه احتراف في كل وقت في كل وقت واجيب في كل مباراه واصحح الاخطاء. احسن مدرب في العالم هو المباراه. احسن مدرب في العالم اللي بياخد الاخطاء بتاعته ويبدا يشتغل عليها ويحط عليها تمرينات ويقول للناس كلها انا بشتغل بالشكل دوت. تمام. لكن اشوف تمرينه من احمد اتفرج عليها تعجبني اقوم عاملها وانا ما اعرفش اللي ورا التمرينه دي فيها ايه. صحيح. هي دي المشكله. طيب هاجي لكوره مش بتكلم على نتائج ولا بتكلم على بطولات. انا هكلمك على كوره. في اربع خمس فرق في العالم بتلعب كوره حلوه كوره ممتعه يعني ما اقول السيتي كوره هجوميه ريال مدريد شامله ريال مدريد بايرن ميونخ باريس سان جيرمان ليفربول بس مش السنه دي يعني ليفربول لغايه السنه اللي فاتت كان حقيقه فريق والفرق دي دايما لما بتيجي تواجه اي فرق تانية بتواجه بتكتلات دفاعيه زي ما الاهلي بيحصل معانا هنا. احنا تقريبا 90% ماتشات اللي بنلعبها جوه وبره بيبقى في تكتلات دفاعيه قدام النادي الاهلي. هنا السؤال انا بلاحظ في الفرق دي انه الخطوط الثلاثه قريبين قوي من بعض
وفي كتير من الماتشات بشوف فيها 21 لعيب في نص الملعب الثاني، يعني حتى السرد باكين موجودين في نص ملعب الفريق اللي بينافسك. جزء كبير جدا من معاناتنا السنه اللي فاتت كان انه المساحات بين الخطوط واسعه شويه. هل يناسب الاهلي، هل يناسب الاهلي او انه يبقى التوجه عشان الكوره تبقى احلى وتتطور والشكل الهجومي يظهر وحل مشكله التكتلات الدفاعيه اللي بنواجهها انه خطوطنا تقرب قوي من بعض، ولا دي تبقى مشكله بالنسبه للعيب المصري او المدرب؟ لا طبعا مع فريق مصر لازم الخطوط تقرب من بعض. دي بدايه الـ 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 ان انا التسجيل، ان انا لازم اقرب الخطوط من بعضها. انا في بدايه الكلام قلت لك ممكن رابع يجي للنادي الاهلي، قلت لك ايه؟ قلت لك انت النادي الاهلي لما للاسف، وكررت كلمه للاسف دي، ايه اللي بيحصل؟ بتعمل تكتلات دفاعيه، بلعب خمسه، يقول لك انا مش اخطف واحده عنده لعيب سريع. أيوة. ويجيب لعيب سريع عشان يخطف واحده مرتده وهو راسي وجاب جول ويبدا ينام عليها. فعشان كده انا بقول لك انا كنت محتاج ممكن الرابع دوت لواحد مهاري يا احمد، واحد بيلعب بدماغه كويس جدا، واحد عنده اللي ينزل يسقط ويدني يشتغل، واحد بيتحرك على اليمين وعلى الشمال. وعلى فكره لما تيجي يعني سبحان الله اقول مواصفات اللعيبه دي موجوده. أيوة. عندنا. أيوة. تقارب الخطوط ده يتطلب ايه في القماشه اللي معايا يا كابتن ديار؟ يا كابتن نمره واحد، لازم يبقى بدري كويس جدا 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 جدا، التحام وقوه جامده جدا، مهاره موجوده. في نفس الوقت انت محتاج حاجه، ايه هي؟ ان ان ان, إن ملعبش على شكل معين، اللي هو انا عايز اخترق من العمق مقفوله، يبقى عندي طرفين ابدا اشتغل معاهم، عندي حلول. الحلول دي مين بيديها يا احمد؟ المدير الفني. صحيح. في التكرار والتحفيز. وصلنا للحته دي هتلاقي النادي الاهلي السنه الجايه ان شاء الله باذن الله حاجه ثانيه خالص، اداء ونتائج وبطولات ان شاء الله تبقى حاجه مفرحه وبدايه مبشره لنجومنا وجهازنا الفني، وبالتاكيد طبعا جماهير النادي الاهلي العظيمه والوفيه واللي باذن الله تقوم بدور كبير جدا في بدايه الموسم. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك، الوقت معاك جري بسرعه كابتن. ربنا يخليك، اسعد بيك دايما. مش بتكلم كوره يا احمد، بحب اكلمك كوره. هايل انت تنفع يا احمد مدير فني ان شاء الله عليك. يعني نورتنا كابتن. بشكر حضرتك على المتابعه، بكره ان شاء الله نتقابل السادسه، تحياتي ليكم.